السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. بالنسبه للفيديو خوتي، كما شفتوا في المقدمه، زوج ابتسام بطمه فؤاد قبيبو اليوم دار البارح عفوا دار حادثه سير خطيره بزاف بالدرجه الناريه ديالو، وتهرس في اليد ديالو، تهرس شحال من تهريسه في اليد ديالو، ودار جوج عمليات اللي كانوا صعابين بزاف، ودار الحديد ليديه، وتعرض اصابات اخرى في بلايص اخرين، وكان يعني كان معول باش هو اللي غيتلقى لمراتو. كما كانت الناس اللي متبعينها انه كان هو كانت في دبي وكانت جايه، يلاه كانت درت واحد ستوري وكتقول للناس باللي انا راه دابا ركبت وغادي للمغرب، وان راجلها هو اللي غادي يتلقى ليها، ومشى مسكين وموجد ليها الورد وموجد كل شيء باش يتلقى ليها في المطار. يعني بالنسبه للموتور كما كتعرفوا في كازا كتكون عامره بزاف، كيستعمل الموتور تاعو باش كيمشي يقضي حوايجو، كيمشي يتقدا وهذا، ولكن في المطار هي اللي غيمشي بالطوموبيل باش غادي يجيب مراتو ويهز الاغراض ديالها. ايوا مشى فاش يتقدا ليها الورد وهذا، وغادي بالموتور ديالو، تدار الحادثه، المكتب الله كيتصرف. ايوا دابا اخوتي راه كاين في هذا، باقي في الكلينيك. نخليكم مع الفيديو تاع ابتسام باش تسمعوا شنو كتقول. عليكم، كي دايرين؟ لاباس، نتمنى تكونوا بخير. بزاف ديال الاسئله كيجيوني، كيبقى فؤاد واش بصح دار لاكسيدون؟ بصح البارح، والبارح كانت عنده لوبيراسيون، ترى جوج ورسات من ايديه خايبين الصراحه، دار الحديد. الحمد لله اليوم يلاه خرجتو من الكلينيك، الحمد لله بخير، وشكرا ليكم، وشكرا على دعواتكم، وشكرا على كل شيء. سلام فراسكم. وفاش يلاه اخوتي دا الحادثه، هادشي كتبت مجلات غاليه، علمت مجلات غاليه من مصدر موثوق ان مهندس الديكور فؤاد قبيبو تعرض يومه الاثنين لحادث سير خطير خلال استعماله لدراجته الناريه. المصدر ذاته اكد ان قبيبو سيجري عمليتين جراحيتين على مستوى اليد بعد تعرضه لاصابه بالغه جراء الحادث. خوتي وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم على المتابعه تاعكم، عفاكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم متابعين اللي بغيتو بطبيعه الحال، ونخليكم على خير، ومبروك عواشركم.